أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا ماريكي. توقعات برج الحمل ليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس، 16 آب، 16/8/2023. هنضطر إنك تواجه شوية توترات، ممكن تستغرق منك وقت أطول، ممكن ما يكونش يومك مثالي عشان تاخد قراراتك المهمة. هتضطر انك تتنازل عن بعض وسائل الراحة الخاصة فيك. بالنسبة لك مهنيا، ممكن تمر بوقت عصيب جدا لانك تعمل اداء لوظيفتك عشان ما تتمكنش من انك تكمل مهماتك في وقت محدد. هتتعلم انك تخطط بشكل كويس وتحدد اولوياتك في يومك. بالنسبة لك عاطفيا، هتعرض بعض مشاكلك النهاردة لشريك حياتك. مستحسن انك تتجنب كل الميول عشان تحافظ على الانسجام اللي عندك. بالنسبة لك ماليا، ممكن يكون في انفاق للاموال على انك تصلح البيت وتصيني. هيبقى في فرصة يحصل خسائر مالية كتير عن طريق نفقاتك غير ضرورية. بالنسبة لك صحيا، هتزيد المصاريف تجاه صحتك، وهتبقى في فرصة النهاردة في شوية تعب لوالدتك، هتحتاج انك تنفق كتير من المال. هيظهر القمر الجديد في برج الاسد في الصباح، هيوفر لينا بداية جديدة. هنركز على طرق جديدة نعزز بيها حياتنا الرومانسية والمساعي الابداعية والهوايات والعلاقة مع الاطفال. الوقت مناسب عشان نبني الثقة بالنفس والفخر الصحي بانفسنا. هنسعى جاهدين عشان نتحمل كتير من المسؤولية عن حياتنا ونمدح نفسنا بحرارة وسخاء. هنهدف اننا نحسن المناطق اللي بيحكمها برج الاسد في كل مخططاتنا في الاسابيع الجاية. هتحاول اننا نكيس اطفالنا بشكل داخلي ونلاقي طرق نعبر بيها عن نفسنا بشكل خلاق. هيتم تربية القمر النهاردة باحكام من قبل اورانوس. كل ده هيحب مفاجآت وتمرد الأحداث اللي بتعتبر مفاجأة، نظرا لأن كوكب الزهرة لا يزال متراجع مع علامة الأسد. هنبقى بنعيد تقييم اللي احنا بنحبه واللي احنا بنكرهه بشكل ممتع جدا في الفترة الجاية، وهنبقى بنحدد اختياراتنا لبدايات جديدة. بعد وقت قصير مع القمر الجديد في الصباح، يشكل المريخ ثلاثي لأورانوس. مع قرب القمر الجديد هياخد كتير من القوة. هنبقى بنطلع اننا نوسع نفسنا ونستكشف جانب اكتر ميل للمغامرة، نتخلى بسهولة عن ضغائننا وهنتمتع باسم التقدم. هيشجعنا المزيج ده على اننا نخرج من المأزق ونبتكر ونستمتع بأساليب جديدة في حياتنا.